عايز اعرف رايك في الدوري دلوقتي. خلاص احنا اتفرجنا على كل الفرق بشكل كويس, ويعني انا ده عارف دايما ان الامور بتبقى محرجه لاي مدرب شغال وموجود ان هو يتكلم عن فرق تانية, لكن بشكل عام يعني ايه اكتر الفرق اللي شدتك اكتر غير الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ ايه اكتر فرق شدك في الدوري؟ انا شايف الدوري السنه دي صعب جدا, شايف الدوري السنه دي كل الفرق بتكسب, يعني دي حاله برضو غريبه. خلي بالك كابتن ميدو, الفرق النقط مش كبير, يعني بين الاول او بين احنا السادس تقريبا وبين الاخير بتتكلم في ماتشين تقريبا. فانا شايف ان مفيش جاب كبير في النقط, شايف ان القريبه جدا المسافات بين الفرق, شايف ان الفرق حالتهم كمان قريبه جدا, اي حد بيكسب اي حد دلوقتي. فما فيش راكب الاسماعيلي, يعني الاسماعيلي الماتش الاولاني اتغلب من زد, بعد كده كسب الاتحاد والناس كلها قالت ان الاسماعيلي خلاص المكسب بتاع الاتحاد ده باللعيب اللي موجوده بخبره كابتن اياب في النادي وخبرته الكبيره اللي موجوده, ان الاسماعيلي خلاص هياخد الطياره ويطلع. كان مره واحده نتائج سلبيه ورا بعض. معلش برضو خلي بالك كابتن ميدو, الاسماعيلي بيمر بظروف وانت اكتر واحد عارف الكلام ده كله. الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه جدا 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 على المستوى طبعا الاداري وعلى المستوى الفني كمان, لان اللعيبه كلها مشيت ومفيش غير اللعيبه كلها صغيرين ولعيبه اعمارها صغيره وخبراتها قليله. هي دي النقطه بقى اللي انا عايز اوصلها في الاسماعيلي, ان خبراته ما ساعدتوش ان هو يقدر يكمل ويستمر بالشكل ده. لكن انا مطمن جدا على الاسماعيلي ومش قلقان عليه مع الكابتن ايهاب جلال, لان الكابتن ايهاب قيمه وقامه كبيره جدا ومدير فني كبير جدا, وعنده من الخبرات اللي تقدر يرجع طبعا التيم ده تاني ويقدر يطور من الفرقه دي, وهيروحوا لبعيد ان شاء الله جوه الدوري, واتمنى لهم كل التوفيق. لكن هي الفكره برده يا كابتن ميدو ان الخبرات مهمه جدا جوه التيم, ان النهارده برده الاسماعيلي بعد مكسب الاتحاد ممكن برده الاولاد الصغيرين دول حسوا بنفسهم بشكل مختلف شويه, او حسوا انهم عملوا حاجه كبيره قوي, او حسوا انها هتفضل ماشيه كده على طول باقل جهد, او انا ما اعرفش الظروف بالظبط ايه جوه التيم. بس الناس في الاسماعيليه بتنتقد كابتن ايهاب انه عايز يلعب وباكين الجنب طايرين وناس بتضغط من فوق, في ظل ان الناس بتقول دلوقتي ان لا ممكن في وقت من الاوقات ان انا مش عيب ان انا بال 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 بالظروف اللي انا عايش فيها ان انا اقفل والعب على الكاونتر اتاك. دي انا بقول لك الانتقادات اللي أيوة, ده مش رايي. ايوه دي انا عارف الشارع في اسماعيليه بيتكلم ازاي بشكل كويس جدا. انت شايف ان الانتقادات دي في محلها ولا طبيعي ان انت تلعب بالشكل ده؟ لا انا شايف ان هي مش في محلها, لان برضو خلينا نكون صراحة شويه, ان الكابتن ايهاب مدير فني كبير وكابتن ايهاب عنده امكانيات كويس, انت محتاج بس شويه صبر على التيم ده. النهارده لما كسب, ما هو كسب برضو بالطريقه دي, كسب الاتحاد 3, ما حدش قال ليه ما ينفعش يحضر وما ينفعش يبدا من تحت وما ينفعش الباكين يطلع. برضو كلام غريب جدا برضو بصراحه. انت محتاج تجربه, محتاج تسندها وتبقى في ظهرها وتدعمها, ومحتاج شويه وقت, لان الاسماعيلي بيمر بظروف انا من وجهه نظري ان اصعب ظروف جوه الدوري ظروف نادي الاسماعيلي. اصعب ظروف جوه الدوري ظروف نادي الاسماعيلي, لان ما فيش فلوس, لعيبه خبرتها قليله, الدنيا صعبه جدا, ترقبات قديمه جدا, ايقاف قيد, ما فيش فك قيد, ما فيش. ما انا لسه بقول لك يعني محتاجين بس الحكم على الاسماعيلي. انهي اسماعيلي؟ الاسماعيلي بتاع زمان اللي كان عنده لعيبه فلان وفلان وفلان, ولا الاسماعيلي بتاع دلوقتي؟ الاسماعيلي بتاع دلوقتي يبقى لازم الحكم يبقى مختلف, لازم الحكم يبقى مختلف والتقييم يبقى مختلف, ونبقى يبقوا هادين بس شويه, لان معاهم مدير فني كبير ومعاهم لعيبه جايه في الطريق ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كبيره ان شاء الله. انا يعني بضم صوتي لصوتك, مفيش حد انسب للاسماعيلي اكتر من كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب راجل غير ان هو خبراته الكبيره وذكائه, ان هو راجل مخلص في عمله, صح. وراجل عمين. بيشتغل وراجل من وانا الحقيقه يعني انا حاسس بيه, عشت التجربه وعشت التجربه في ظروف صعبه يعني, وكان في وقت من الاوقات انا خدت قرارات ان لا في لازم لعيبه كبيره تبعد عشان انا اركز على مجموعه معينه, وانا عارف ان في التوقيت ده خاصه بعض من اللعيبه دول نزل عقودهم ل 50% وعايزين يقعدوا في المكان. قرارات ربنا يكون في عونه الحقيقه, لان هو بين نارين, صح. هو عايز يعمل حاجات معينه والتوقيت والنتائج مش مساعداه ان هو يعملها. خلي بالك كابتن ميدو دايما في جزء كده عاطفي شويه للنادي, يعني كابتن ايهاب انت عارف ابني من ابناء نادي الاسماعيلي, وانت برضو لما بيجي ظروف نادي الزمالك في اي ظرف ما تتاخرش عنه. فالفكره ان في جزء عاطفي دايما في الموضوع, ان كابتن ايهاب متاثر قوي بنادي الاسماعيلي ونفسه يعمل لهم حاجه كبيره. طب هل ده ساعات ممكن بيأثر على القرارات الفنيه؟ احنا العاطفه, احنا الشعب كده, احنا كده, انت كنفسك كمدرب انت بيغير على القرارات الفنيه في الملعب. لا يعني انا مثلا اقول لك, احكي لك انا في قرارات معينه ممكن اخدها بقلب جامد وانا بضرب المقص, بس وفي الزمالك الاقي نفسي ان انا عشان اللعيبه ولا عشان الجمهور؟
لا لا بيتي يعني ده ايه في لا مش هسأجل شوية هتنازل عن شوية حاجات هتنازل عن شوية هاجي على نفسي شوية عشان خاطر الفرقة. هو ده طبيعي. هل ده في رأيك بيأثر؟ ما طبيعي طبيعي يا كابتن ميدو. انت النهاردة نادي الزمالك بيتك، لو قال لك النهاردة تعالى في أي مكان أو في أي شكل يناسبك تخدم بيه النادي مش هتتأخر. صحيح. أو أي استشارة مش هتتأخر. صحيح. نفس الكلام الكابتن أبي الله يكون في عونه. ربنا يكون في عونه. الله يكون في عونه بصراحة، لأن هو بيحب النادي الإسماعيلي أوي وبيحب جمهور النادي الإسماعيلي أوي. فأنا شايف إن هو يعني وأكتر واحد زي ما أنت بتقول أكتر واحد مخلص وأكتر واحد طبعًا. أمين على طبعًا. على الشغلانة دي. كل الناس شغالة على فكرة. كابتن علي وكابتن عماد. طبعًا طبعًا ناس أفاضل يعني. يعني طبعًا بنقول لجمهور الإسماعيلي وأنتوا سامعين كلام كابتن تامر وكلامي وكلام كل الناس اللي مالهمش مصلحة الا ان هم بيقولوا وجهه نظرهم اللي هم شايفينها صح، بس اصبروا على كابتن ايهاب وما تطلبوش طلبات. وانا عارف ان الظروف صعبه وانا عارف ان انتم متعودين ان انتم تشوفوا فريقكم دايما بينافس. اصبروا على كابتن ايهاب لان هو الراجل بيحاول يعمل كل حاجه ممكنه ان علشان يطلع من الفريق من الـ من الـ من الحته اللي هو فيها دي. والمهمه مش سهله، المهمه صعبه صعبه قوي، مش 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 صعبه مش صعبه، بس ان شاء الله نشوف الاسماعيلي في حته كويسه ان شاء الله مع الصبر والناس اللي بتخدم النادي باخلاص اللي موجودين جوه النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي هيقدر ان هو يخش على الاقل في وسط الجدول في وسط الجدول السنه دي.